لقد كنت في صدر أيامي شرطية، وكنت في آنفة الحداثة من قبلها أتفتى وأتشطر، وكنت قويا معصوبا في مثل جبلة الجبل من غلظ وشدة، وكنت قاسيا كأن في أضلاعي جندلة لا قلبا، فلا أتذمم ولا أتأثم، وكنت مدمنا على الخمر لأنها روحانية من عجز أن تكون فيه روحانية، وكأنها إلهية يزورها الشيطان لعنه الله فيخلق بها للنفس ما تحب مما تكره، ويثيبها ثواب ساعة ليست في الزمن بل في خيال شاربها، وكأن جهل العقل نفسه في بعض ساعات الحياة هو في علم الشيطان وتعليمه معرفة العقل نفسه في الحياة. فبينما أنا ذات يوم أجول في السوق والناس يفورون في بيعهم وشرائهم، وأنا أرقب السارق وأعد للجاني وأتهيأ للنزاع، إذ رأيت اثنين يتلاحيان وقد لبب أحدهما الآخر، فأخذت إليهما فسمعت المظلوم يقول للظالم: لقد سلبتني فرح بنياتي، فسيدعون الله علي فلا تصيب من بعدها خيرا، فإني ما خرجت إلا اتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور نظر الله إلي. وكنت عزبا لا زوجة لي، ولكن الآدمية انتبهت في، وطمعت في دعوة صالحة من البنيات المسكينات إذا أنا فرحتهن، ودخلتني لهن رقة شديدة، فأخذت للرجل من غريمه حتى رضي، وأضعفت له من ذات يدي لأزيد في فرح بناته، وقلت له وهو ينصرف: عهد يحاسبك الله عليه ويستوفيه لي منك أن تجعل بناتك يدعون لي إذا رأيت فرحهن بما تحمل إليهن، وقل لهن: مالك بن دينار. وبت ليلتي أتقلب مفكرا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيه الكثيرة وحثه على إكرام البنات، وأن من أكرم بناته كرم على الله، وحرصه أن ينشأن كريمات فرحات. وحدثني هذا الحديث ليلتي تلك إلى الصبح، وفكرت حينئذ في الزواج، وعلمت أن الناس لا يزوجونني من طيباتهم ما دمت من الخبيثين. فلما أصبحت غدوت إلى سوق الجواري فاشتريت جارية نفيسة، ووقعت مني أحسن موقع، وولدت لي بنتا فشغفت بها، وظهرت لي فيها الإنسانية الكبيرة التي ليست في، فرأيت بعد ما بيني وبين صورتي الأولى، ورأيتها سماوية لا تملك شيئا وتملك أباها وأمها، وليس لها من الدنيا إلا شبع بطنها وما أيسره، ثم لها بعد ذلك سرور نفسها كاملة تشب عليه أكثر مما تشب على الرضاع. فعلمت من ذلك أن الذي تكتنفه رحمة الله يملك بها دنيا نفسه، فما عليه بعد ذلك أن تفوته دنيا غيره، وأن الذي يجد طهارة قلبه يجد سرور قلبه، وتكون نفسه دائما جديدة على الدنيا، وأن الذي يحيا بالثقة تحييه الثقة، والذي لا يبالي الهم لا يبالي الهم به، وأن زينة الدنيا ومتاعها وغرورها وما تجلب من الهم كل ذلك من صغر العقل في الإيمان حين يكبر العقل في العلم.
كانت البنية بدء حياة في بيتي وبدء حياة في نفسي، فلما دبت على الأرض ازددت لها حبا وألفتني وألفتها، فرزقت روحي منها أطهر صداقة في صديق تتجدد للقلب كل يوم بل كل ساعة، ولا تكون إلا لمحض سرور القلب دون مطامعه، فتمده بالحياة نفسها لا بأشياء الحياة، فلا تزيد الأشياء في المحبة ولا تنقص منها. على خلاف ما يكون في الأصدقاء بعضهم من بعض واختلافهم على المضرة والمنفعة، وجهدت أن أترك الخمر فلم يأتي لي ولم أستطع، إذ كنت منهمكا على شربها، ولكن حب ابنتي وضع في الخمر إثمها الذي وضعته فيها الشريعة، فكرهتها كرها شديدا وأصبحت كالمكره عليها، ولم تعد فيها نشوتها ولا ريها، وكانت الصغيرة في تمزيق أخيلتها أبرع من الشيطان في هذه الأخيلة، وكأنما جرتني يدها جرا حتى أبعدتني عن المنزلة الخمرية التي كان الشيطان وضعني فيها، فانتقلت من الاستهتار والمكابرة وعدم المبالاة إلى الندم والتحوب والتأثم. وكنت من بعدها كلما وضعت المسكر وهممت به دبت ابنتي إلى مجلسي، فأنظر إليها وتنتشر عليها نفسي من رقة ورحمة، فأرقب ما تصنع فتجيء فتجاذبني الكأس حتى تهرقها على ثوبي، وأراني لا أغضب إذ كان هذا يسرها ويضحكها، فأسر لها وأضحك، ودام هذا مني ومنها، فأصبحت في المنزلة بين المنزلتين أشرب مرة وأترك مرارا، وجعلت أستقيم على ذلك، إذ كانت النشوة بابنتي أكبر من النشوة بالزجاجة، وإذ كنت كلما رجعت إلى نفسي وتدبرت أمري أستعيذ بالله أن تعقل ابنتي معنى الخمر يوما، فأكون قد نجست أيامها، ثم أتقدم إلى الله وعلي ذنوبها فوق ذنوبي، ويترحم الناس على آبائهم وتلعنني إذ لم أكن لها كالآباء، فأكون قد وجدت في الدنيا مرة واحدة وهلكت مرتين، ومضيت على ذلك وأنا بها أصلح بها شيئا فشيئا، وكلما كبرت كبرت فضيلتي، فلما تم لها سنتان ماتت. قال الراوي وسكت الشيخ، فتعلقت به الأبصار ووقفت أنفاس الناس على شفاههم، وكأنما ماتت لحظات من الزمن لذكر موت الطفلة، وخامر المجلس مثل السكر بهذه الكأس المذهلة، ولكن الطفلة دبت من عالم الغيب كما كانت تصنع وجذبت الكأس وأهرقتها، فانتبه الناس وصاحوا ماتت فكان ماذا؟ قال الشيخ فأكمدني الحزن عليها ووهن جأشي، ولم يكن لي من قوة الروح والإيمان ما أتأسى به، فضاعف الجهل أحزاني وجعل مصيبتي مصائب، والإيمان وحده هو أكبر علوم الحياة، يبصرك إن عميت في الحادثة ويهديك إن ضللت عن السكينة، ويجعلك صديق نفسك تكون وإياها على المصيبة لا عدوها، تكون المصيبة وإياها عليك.
وإذا أخرجت الليالي من الأحزان والهموم عسكر ظلامها لقتال نفس أو محاصرتها، فما يدفع المال ولا ترد القوة ولا يمنع السلطان، ولا يكون شيء حينئذ أضعف من قوة القوي، ولا أضيع من حيلة المحتال، ولا أفقر من غنى الغني، ولا أجهل من علم العالم، ويبقى الجهد والحيلة والقوة والعلم والغنى والسلطان للإيمان وحده، فهو يكسر الحادث ويقلل من شأنه ويؤيد النفس ويضاعف من قوتها ويرد قدر الله إلى حكمة الله، فلا يلبث ما جاء أن يرجع، وتعود النفس من الرضا بالقدر والإيمان به كأنما تشهد ما يقع أمامها لا ما يقع فيها. ورجعت بجهلي إلى شر مما كنت فيه، وكانت أحزاني أفراح الشيطان، وأراد أخزاه الله أن يفتن في أساليب فرحه. فلما كانت ليلة النصف من شعبان، وكانت ليلة جمعة، وكانت كأول نور الفجر من أنوار رمضان، سول لي الشيطان أن أسكر سكرة ما مثلها، فبت كالميت مما ثملت، وقذفتني أحلام إلى أحلام، ثم رأيت القيامة والحشر، وقد ولدت القبور من فيها، وسيق الناس وأنا معهم، وليس وراء ما بي من الكرب غاية، وسمعت خلفي زفيرا كفحيح الأفعى، فالتفت فإذا بتنين عظيم ما يكون أعظم منه، طويل كالنخلة السحوق، أسود أزرق، يرسل الموت من عينيه الحمراوين كالدم، وفي فمه مثل الرماح من أنيابه، ولجوفه حر شديد لو زفر به على الأرض ما نبتت في الأرض خضراء، وقد فتح فاه ونفخ جوفه، وجاء مسرعا يريد أن يلتقمني، فمررت بين يديه هاربا فزعا، فإذا أنا بشيخ هرم يكاد يموت ضعفا، فعذت به وقلت أجرني وأغثني، فقال أنا ضعيف كما ترى، وما أقدر على هذا الجبار، ولكن مر وأسرع، فلعل الله أن يسبب لك أسبابا للنجاة. فوليت هاربا وأشرفت على النار وهي الهول الأكبر، فرجعت أشتد هربا والتنين على أثري، ولقيت ذلك الشيخ مرة أخرى فاستجرت به، فبكى من الرحمة لي وقال أنا ضعيف كما ترى، وما أقدر على هذا الجبار، لكن أهرب إلى هذا الجبل فلعل الله يحدث أمرا. فنظرت فإذا جبل كالدار العظيمة له كوى عليها ستور، وهو يبرق كشعاع الجوهر، فأسرعت إليه والتنين من ورائي، فلما شارفت الجبل فتحت الكوى ورفعت الستور، وأشرفت علي وجوه أطفال كالأقمار، وقرب التنين مني، وصرت في هواء جوفه وهو يتضرم علي، ولم يبق إلا أن يأخذني، فتصايح الأطفال جميعا يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، فإذا ابنتي التي ماتت قد أشرفت علي، فلما رأت ما أنا فيه صاحت وبكت، ثم وثبت كرمية السهم فجاءت بين يدي ومدت إلي شمالها فتعلقت بها، ومدت يمينها إلى التنين فولى هاربا وأجلستني، وأنا كالميت من الخوف والفزع، وقعدت في حجري كما كانت تصنع في الحياة.
وضربت بيدها إلى لحيته وقالت: يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فبكيت وقلت: يا بني، أخبريني عن هذا التنين الذي أراد هلاكي. قالت: ذاك عملك السوء الخبيث، أنت قويته حتى بلغ هذا الهول الهائل، والأعمال ترجع أجساما كما رأيت. قلت: فذاك الشيخ الضعيف الذي استجرت به ولم يجرني. قالت: يا أبتي، ذاك عملك الصالح، أنت أضعفته فضعف حتى لم يكن له طاقة أن يغيثك من عملك السيء. ولو لم أكن لك هنا، ولو لم تكن اتبعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في من فرح بناته المسكينات الضعيفات، لما كانت لك هنا شمال تتعلق بها ويمين تطرد عنك. وانتبهت من نومي فزعة، ألعن ما أنا فيه، ولا أراني أستقر، كأني طريدة عملي السيء، كلما هربت منه هربت به. وأين المهرب من الندم الذي كان نائما في القلب واستيقظ للقلب؟ وأملت في رحمة الله أن أربح من رأس مال خاسر، وقلت في نفسي: إن يوما باقيا من العمر هو للمؤمن عمر ما ينبغي أن يستهان به. وصححت النية على التوبة لأرجع الشباب إلى ذلك الشيخ الضعيف وأسمن عظامه، حتى إذا استجرت به أجارني ولم يقل: أنا ضعيف كما ترى. وسألت فدللت على أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري سيد البقية من التابعين، وغدوت إلى المسجد والحسن في حلقته يقص ويتكلم، فجلست حيث انتهى بي المجلس، وما كان غير بعيد حتى عرتني نفضة كنفضة الحمى إذ قرأ الشيخ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فلو لفظتني الأرض من بطنها وانشق عني القبر بعد الموت، ما رأيت الدنيا أعجب مما طالعتني في تلك الساعة. وأخذ الشيخ يفسر الآية، فصنع بي كلامه: ما لو بعث نبي من أجلي خاصة لما صنع أكثر منه. وكلام الحسن غير كلام الناس وغير كلام العلماء، فإنه يتكلم من قلبه ومن روحه ومن وجهه ولسانه.